وينضم إلينا عبر الهاتف في هذه اللحظات سعادة أحمد بن ركاظ العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب. سعادتك مرحبا بك معنا في هذه التغطية. مرحبا بك، وأعزي العالم والأمة العربية والأمة الإسلامية وشعب دولة الإمارات وأعضاء مجلس الأعلى حكام الإمارات وآل نهيان الكرام لفقيد الأمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، هذا الفقيد الذي كان له دورا كبيرا في تكملة مشوار وطريق ونهج الذي وضعه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان هيان. فهو خسارة كبيرة للجميع، وهو كان قائدا وملهما على مدى 18 عاما كانت له بصمة مميزة وفريدة على مستوى العالم. رحمه الله. سعادتك، كيف تلمسون اهتمامه رحمه الله بالثقافة وأيضا بالعلم والمعرفة في كافة أنحاء الدولة وفي العالم أيضا؟ يعني اسمه الشيخ خليفة بن زايد الله يرحمه كان له أثر كبير، أولا بإطلاق عام القراءة، هذا العام الذي جسد من خلاله أهمية القراءة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا تأثيره على مستوى العالم من خلال الجهود الكبيرة التي بذلها من خلال جعل الإمارات مركزا للإشعاع الفكري والإبداع الفكري، وأيضا من خلال اليوم نراه من متحف اللوفر الموجود في أبوظبي الذي يعد علامة مميزة، وجود معرض أبوظبي للكتاب، وهناك جهد كبير لسموه في الترجمات التي جعل منها رابطا وجسرا كبيرا بين مختلف الثقافات والانفتاح على الطرف الآخر، جهود سموه امتدت من الشرق إلى حتى الغرب، وذلك دليل على قوة إيمان المغفور له الشيخ خليفة بأهمية الثقافة والكتاب والعلم والتنوير والاستنارة. نرى ذلك من كل ما من خلال 18 عاما كان يقود دفة وسفينة دولة الإمارات للارتقاء بالإنسان وتكريس مبدأ الإنسان والانفتاح على الآخر. صحيح. اليوم أيضا المتتبع والمراقب لما يحصل في دولة الإمارات، هناك يعني فخر نظامنا السياسي وما أثبته من مرونة وسرعة، وأيضا يعني نظرة العالم لهذه البوتقة السياسية إذا صح التعبير، انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة، نظام اتحادي مرن، يعني لقينا أصداء كبيرة على مستوى العالم. طبعا الأصداء كانت كبيرة جدا، لأن انتخاب سمو الشيخ محمد بن زايد صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات كان سلسا جدا، وكان مميزا وفريدا، وكانت نقلة سلسة جدا. هكذا هي الإمارات، دائما هناك انطباع عالمي أن دولة الإمارات هي دولة عالمية، الحمد لله، تنقل الآخر وتلتقي بالآخر. اليوم نحن نضع كل الآمال في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في هذه النقلة الخاصة لدولة الإمارات في عامها 50، هذه النقلة التي نرى من خلالها أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بفكره المستنير سيكمل مرحلة التمكين التي خاضتها الدولة ويحقق تطلعاتها ورؤيتها الاستراتيجية المستقبلية من خلال تجسيد مكانة الإمارات الثقافية والفكرية والسياسية وأيضا الاقتصادية على مستوى العالم. نحن نرى اليوم هذه النقلة دلت على هذا المشروع التنموي الحضاري الذي غرس في دولة الإمارات من المؤسس الشيخ زايد رحمه الله، ومن ثم سمو الشيخ خليفة من سمو الشيخ خليفة بن زايد، والآن نرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يقود هذه السفينة إلى بر الأمان إن شاء الله. بإذن الله تعالى. كل الشكر والتقدير لك على هذه المداخلة سعادة أحمد بن ركاظ العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، شكرا جزيلا لك سعادتك. شكرا.